أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ملف الثورة اليمنية. أيضا تطورات هامة مع استمرار مسلسل القصف من جانب القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح لليوم 11 على التوالي. وقد شهد اليوم تصعيدا جديدا فيما أفاد بيان رئاسي بأن الرئيس صالح أصيب بجروح طفيفة جراء ما قيل إنها قذيفة سقطت على مسجد الرئاسة أثناء صلاة الجمعة. وقد أسفرت الحادثة عن مقتل 3 من حراس الرئيس صالح وجرح خطيب المسجد وعدد من مرافقه. وقد ظهر قبل قليل شريط صوتي للرئيس علي عبد الله صالح يؤكد في يعني سلامته ويدين طبعا آل الأحمر ويتهمهم بهذا الأمر. ظهر صوتا بلا صورة. ووسط هذه الأجواء قال بيان لأحزاب اللقاء المشترك إن المنح الذي تتجه إليه الأحداث في اليمن تؤكد أن خيار العنف والعمل العسكري خيار خاطئ ومرفوض ومدان. وجدد اللقاء المشترك دعوته إلى الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة والعسكرية، وحمل السلطة مسؤولية سرعة البدء بوقف إطلاق النار لتجنيب البلاد الانزلاق نحو حرب شاملة. البيان دان استهداف منازل المواطنين ودار الرئاسة وساحات الاعتصامات السلمية، ونشد الأشقاء والمجتمع الدولي التحرك لإنقاذ اليمن وشعبه من مخاطر الانزلاق نحو الحرب. معنا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي اليمني نجيب اليافعي، ومن القاهرة علي محمد المعمري الناطق الرسمي باسم تكتل الأحرار النيابي المنشق عن الحزب الحاكم، ومن جدة الدكتور زيد الفضيل الكاتب والباحث في الشؤون اليمنية. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. أستاذ نجيب، ما المعلومات؟ يعني اليوم أكثر من رواية حول قضية كيف قصف المسجد الذي تواجد فيه الرئيس صالح، من قصفه، ما هي المعلومات التي تراها الأسلم والأكثر دقة؟ أعتقد خلال هذا اليوم من خلال المعلومات المتضاربة، لكن ما رشحها من معلومات مؤكدة تؤكد أن هناك تصفية حسابات داخلية. ربما أن من قام بهذه العملية من خلال المعلومات التي وصلت إلينا هو نجل الرئيس وأيضا ابن أخيه. هذا الذي حصل هو جاء نتيجة لما بدأوا يشعروا به من خطورة بعدما قام الرئيس بالاستنجاد بدول الخليج أمس، وأيضا الاتصال بالرئيس السنغالي للتوسط. هذا كله يأتي بعدما حصل من معارك شرسة في منطقة الحصبة والتي منيت فيها قوات النخبة الخاصة بخسائر فادحة من قبل القبائل التي استطاعت السيطرة والتحكم على الأرض. إذن ما حصل اليوم هو محاولة لخلط كل هذه الأوراق، ومحاولة أيضا للتعبير عن الحنق الذي وصل إليه الأولاد الجدد من خلال الأولاد الجدد الذي هم أولاد الأخ الرئيس المسيطرين، وأيضا أولاده وأولاد أخيه المسيطرين على قوات الحرس. أستاذ علي المعمري، تقارير تتحدث من وجه الرئيس صالح ربما تأثر حرقا أو ما إلى ذلك، تقارير غير مؤكدة، وبالتالي هذا سبب عدم أو أدى إلى عدم ظهوره صورة، فقط الاكتفاء بالصوت. كيف تقرأ ما جرى اليوم؟ لأي رواية تميل؟ شكرا للأستاذ علي وشكرا لضيوفه وتحية لمشاهدي الجزيرة الكرام. أنا يعني أعتقد أن ما حصل اليوم هو محاولة اغتيال تصفية من أحد الضباط الموجودين في يعني حراسة رئيس الجمهورية نتيجة لحالة من الحنق والاستياء لما يرتكب من جرائم اليوم في تعز وفي صنعاء وفي كل مكان. ودليلي على ذلك أن القتلى هم الحرس القائد الحرس الخاص محمد الخطيب وأحد الضباط علي القاسمي وضابطين آخرين. لا أتصور أن الصاروخ أو القذيفة جاءت لتستهدف حرسه الخاص وتصيب. يبدو أن هذا الذي أراد تصفية الجميع في المسجد عندما بدأ بإطلاق النار تصدى له هؤلاء الحرس الخاص. وأنا هنا أقدم تعازي الحارة لأسر القتلى الأربعة وتمنياتي للجرحى بالشفاء. إذن الرواية التي أقرب إلى العقل أن هناك محاولة لاغتيال من قبل أحد الضباط تصدى لها قيادة الحرس الخاص للرئيس، ومثل ما قلت لك محمد الخطيب هذا رحمة الله عليه والقائد الحرس الخاص تصدوا لهذا الضابط الذي أراد أن يعني أن يعبر عن سخطه وغضبه من مما يرتكب في ساحات يعني اليمن قاطبة تعز صنعاء أبيان. يعني
جرائم كبيرة ترتكب. أعتقد أن هذا السيناريو الأقرب إلى المنطق من وجهة نظري. يعني موضوع رواية أنه آل الأحمر أو رد من الأحمر أو كذا، أنت لا تصدقها تماما كما طبعا تحدث البيان أو كما تحدث السلطة اليمنية؟ أبدا قلت لك أن القتلى بحسب رواية الدولة نظام السلطة هم 4 من الحرس الخاص، وهناك طبعا المصابين رئيس الوزراء والآخرين. أنا لا أتصور أن صاروخا أو قذيفة أتت لتختار الحرس الخاص لرئيس الجمهورية. مثل ما قلت، هؤلاء حاولوا التصدي لهذا الضابط الذي أراد تصفية مجموعة النظام الموجود ابتداء من الرئيس والبقية، تصدوا له. يعني أصيب مجموعة من مسؤولي الكبار الموجودين بجوار الرئيس بالتأكيد أصيب. نتمنى لجميع المصابين رئيس الجمهورية والمسؤولين كلهم الشفاء العاجل. طيب، هذه الرواية التي أميل إلى تصديقها والقبول بها. أتحول إلى سنعاد. الأستاذ عبد الملك المخلافي القيادي في تكتل اللقاء المشترك معنا عبر الهاتف، إن كان لديك معلومات أو أي رواية تميلها، وما معنى ظهور شريط صوتي للرئيس صالح وعدم ظهوره، وكيف تقرأ الحادثة في 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 سياق الثورة اليمنية؟ في حقيقة الأمر ما حدث نعتبره تطور خطير في مسار الأحداث في اليمن. نحن في المعارضة أدنا العنف ونرفض العنف ولا نؤمن بالعنف وحذرنا من العنف. بدأت ثورة سلمية مارست حقوق مشروعة مكفولة بكل الشرائع وبالدستور، كما أن المعارضة إلى جانب ذلك سعت إلى حل ومخرج سياسي يجنب البلاد أي عنف، ولهذا هي قبلت كل المبادرات بالرغم من كل ملاحظاتها، ابتداء من المبادرة التي طرحها الرئيس نفسه في 23 مارس آذار الماضي، التي طلب فيها أن يتم نقل السلطة مباشرة إلى نائبه بعد تقديم استقالته إلى مجلس النواب، إلى النسخ المتعددة من المبادرة الخليجية، وكانت تحذر من أن أي انزلاق إلى العنف سوف يضر البلد وسيكتوي به الجميع، لا يوجد أحد يمكن أن يكون بمنجات عن العنف. وهي اليوم أدانت هذا الحادث وأدانت كل العنف الذي مورس خلال الفترة الماضية. سيد عبد الملك، اسمح لي أيضا أتحول إلى محمد المقبلي أحد شباب الثورة في صنعاء. اليوم أستاذ محمد، 17 محافظة يعني بشكل لافت للنظر، أيضا الإصرار على سلمية الثورة اليمنية يعني يتعزز يوما بعد يوم رغم المحاولات لحرفها عن هذا المسار. كيف تصف لنا ما جرى اليوم هذه الجمعة تحديدا، ولماذا اتسعت هذه الرقعة بشكل كبير ولافت؟ كلما رأى اليمنيون المحاولات البائسة لجر مسار الثورة السلمية عن مسار السلمية، كلما زاد تمسكهم وتعاطفهم مع شباب الثورة السلميين الذين يتعرضون للقتل والتنكيل والأبشع الإبادات التي حصلت وما حصل في ساحة الحرية من حرب المعادين كالمدينين داخل الخيام، إلا بدليل فعلي على انتصار الشعب حول مسار الثورة السلمية. لأن الانتصار حول مسار الثورة السلمية هو عبارة عن تلاشي لبعد خطير جدا فيما بتعرف اليوم بالمواجهات بين أولاد الأحمر وبين النظام وقوات نجده الأكبر أحمد علي عبد الله صالح. فبالتالي اليمنيون في كل محافظة اليمنية عندما رأوا هذه الانحرافات ورأوا أن النظام البوليسي يحاول أن يقرق البلد في دوامة العنف لما زاد إلصاقهم حول مسار الثورة السلمية، ويقنوا أنها طوق النجاة التي من خلالها يمكن أن يسقط النظام ويمكن أن يرحل دون. يعني أنتم أخ محمد ترون أن ما يجري الآن ما سيناريو حرب أهلية ما في اليمن، فقط هناك حرب بين الرئيس وبين آل الأحمر. نعم وقد ذكر علي عبد الله صالح نفسه في التسجيل الصوتي الأخير الذي لا أعتقد أنه منسوب له، وقال أن ما يحدث ليس له علاقة بثورة الشباب السلمية والذي اعترف فيها مؤخرا. وأعتقد أنه أن الحل يكمن في التالي، هو أن يقدم الرئيس علي عبد الله صالح استقالته فورا، ثم بعد ذلك تنشأ محكمة مدنية يتم فيها فض النزاع. ما موقفكم أخ محمد، ما موقفكم من اللقاء المشترك وجملة مواقف الأخيرة بعد ما يسمى مجازا تعليق المبادرة الخليجية؟ على فكرة نحن لا ننكر الدور النضالي للقاء المشترك، ولكننا منذ اللحظة الأولى حذرناه من الجلوس على طاولات لن تكون إلا عبارة عن إسفنج بمشاهدة.
لان هذا النظام البوليسي الذي اغرق البلد في اثنين ازمات ويدير البلد بوسيله طيب. الازمه افرغ البلد من مضمونه السياسي، وبالتالي كانت المبادره هي عباره عن قشه التي قسمت ظهر التغيير، واعتقد انها هي التي منحت. هذا امر مهم اخ محمد، سامحني فقط لضيق الوقت الاخ محمد المقبلي احد شباب الثوره في صنعاء، شكرا جزيلا لك. استاذ زيد الفضيل، هناك نقد موجه حاد للمبادره الخليجيه لعدة أسباب، أولا أنها كانت طوق نجاة لصالح كما يقال، الأمر الثاني لم تنتهي بإدانة خليجية لمن لم يتجاوب مع المبادرة وهو الرئيس صالح كما يراه شباب الثورة، الأمر الثالث هو أنه لا يصدر اليوم موقف خليجي يتناسب مع ما يتعرض له اليمنيون من قتل في ساحات التظاهر رغم سلمية التظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك أخي الأستاذ علي ولضيفك الكريم وضيوفك أيضا في هذه الحلقة. وواقع الحال أحب قبل أن أبدأ بالحديث والإجابة على سؤالك أن أقدم حر التعازي لكل الشهداء الذين سقطوا اليوم والذين سقطوا في الأيام الماضية من أهلنا وأحبابنا في اليمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم الدماء. الأمر الثاني فيما يتعلق بموضوع المبادرة الخليجية، في واقع الحال ليس مطلوبا على أي وسيط يريد أن يكون حمامة سلام بين طرفين أن يأخذ طرفا مقابل طرف. طبعا هناك اتهامات من قبل بعض شباب الثورة بأن، ومن ضمن أيضا بعض قيادات المشترك، بأن هذه المبادرة جاءت لكي تنقذ الرئيس علي عبد الله صالح كما ذكرت. لكن أريد أن أذكر هؤلاء بأن ليس من وظيفة الخليج حقيقة في أن يغلبوا طرفا على طرف. طالما أن الثورة فقدت قوة الحسم فليس من وظيفة الدكتور الزياني أن يأتي وأن ينجح طلباتهم. الرئيس علي عبد الله صالح هو وافق من تلقاء نفسه على أن يتنحى، ولكن كانت لديه بعض الشروط. أريد فقط أن أشير إلى أن المبادرة في واقع الحال ربما أن من الأسباب التي أدت إلى بعض العنت الذي واجهت أنها لم تأخذ بنقل اليمن إلى مرحلة جديدة بالقدر التي هي أرادت، أن تسلم السلطة من علي عبد الله صالح إلى خصومه في واقع الحال الذين كانوا شركاءه في فترة من الفترات، وبالأخص اللواء علي محسن. لكن السؤال دكتور، ربما هذا هو السبب، أنه يعني مجلس التعاون طبعا ليس من مسؤوليته، لكن جر اليمن لحرب أهلية أو أي تدهور في الوضع اليمني يؤثر بشكل سلبي، وبالتالي السؤال الآن بما أنه تصدى مجلس التعاون للمبادرة، ما هي مسؤولية الآن والأمور على هذه الحال؟ طبعا مجلس التعاون اليوم يجب أن يتخذ قرارا حاسما في هذا الإطار، ولا يجب أن يكتفي بدور المراقب. نحن في مجلس التعاون الخليجي وفي المملكة العربية السعودية والدول وعمان على وجه الخصوص باعتبار أننا دولتين مجاورتين للحدود اليمنية إضافة إلى باقي دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن يتحول دورنا إلى دور فاعل. اليوم الأزمة قد أخذت مسارين، المسار الأول وهو المسار الصراع الذي يمكن أن نطرحه ضمن الإطار الشخصي بين الرئيس وأبنائه وبين آل الأحمر، والمسار الثاني هو مسار الثورة السلمية. في تصوري أن خطاب الرئيس علي عبد الله صالح الشفوي اليوم هو رسالة إلى الثوار في أن يكون لهم دور في واقع الحال، دور بمعزل عن اللقاء المشترك. يجب أن نتذكر بأن اللقاء المشترك هم خصوم الرئيس السياسيين وخصوم الرئيس أيضا على المستوى الأسري، أنا أتكلم عن آل الأحمر. وبالتالي إذا أردنا أن نركز في أن تنتقل السلطة إلى حكومة معارضة يقودها اللقاء المشترك، هذا لا يمكن، وخاصة بعد أن حدثت هذه الحروب هذه المعارك. في بتصوري أن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يطرح مبادرة جديدة تقوم على إنشاء حكومة انتقالية، وأيضا الثوار الشباب يجب أن يشكلوا، أنا أقصد المستقلين وليس المنتمين إلى كوادر حزبية في اللقاء المشترك، أن يشكلوا تيارا سياسيا يساهم حقيقة في إخراج اليمن من حالة الصراع الشخصي الذي هو فيه. نعم دكتور. نقطة ثانية أخي علي، فضل. أحب حقيقة من جميع المراقبين اليوم أن يكونوا كلمة سلام، أن نخرج من حالة الاتهام والاتهامات المضادة. إذا كان سقوط صاروخ على منزل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر يعتبر بحسب العرف القبلي عيبا أسود، فإن أيضا سقوط قذيفة على المسجد يعتبر عيبا أسود وربما أكثر من ذلك. هذا إذا كانت الرواية، إن كانت الرواية صحيحة، لأنه ضيفنا قال تحدث عن رواية أخرى عن عملية يعني مشكلة داخلية يعني. لكن أنا أحب حقيقة كطرف مراقب، كمراقب سياسي من الخارج ومن خارج الدائرة، أحب أن أنوه إلى أنه ربما يكون هناك طرف ثالث يريد أن يستهدف الطرفين، ليس علي عبد الله صالح وليس الشيخ حميد الأحمر في هذا الباب.